شاهين، يا شاهين تعال يا شاهين. نعم يا حامد، أين كنت؟ أنا متأسف، متأسف جدا، لقد تأخرت عليك، ولكن كل شيء كما طلبت. أين الطبل الكبير؟ هذا هو الطبل الكبير، ها اسمع. ممتاز، وأين الطبل الصغير؟ وهذا هو الطبل الصغير ويسمى مرواز، اسمع. ممتاز ممتاز، طبل كبير وصوته ضخم، وطبل صغير وصوته أقل ضخامة. حامد، أين عائلة الكمان؟ عائلة الكمان؟ هذه عائلة الكمان، اسمع، هذا هو الكونترباس. الكونترباس أكبر عائلة الكمان، وهذا هو التشيلو، أصغر بقليل من الكونترباس، وهذا هو الكمان، أصغر عائلة الكمان. ممتاز ممتاز، الكمان أصغر من التشيلو وأصغر من الكونترباس. هذا صحيح، الكونترباس أكبر من التشيلو، والتشيلو أكبر من الكمان، ولكن لماذا طلبت مني أن أحضر لك هذه الآلات؟ عندي حكاية للأطفال تشبه الآلات. ما هي هذه الحكاية؟ سأحكيها لك. كان في الزمن ديناصور، وهو حيوان ضخم جدا، قابله فيل كبير فتقاتلا قتالا شديدا. ثم جاءت الفأرة الصغيرة وقالت لهما لا تتقاتلا، فالغذاء على الأرض يكفي الجميع. هذا جميل، يعني الديناصور سيمثله الكونترباس، والفيل سيمثله التشيلو. نعم نعم. أما الفأرة الصغيرة فسيمثلها الكمان، أليس كذلك؟ بلى يا حامد. تدري يا شاهين، أفكارك عجيبة. أفكاري فقط، أنا كلي عجيب وغريب. أحسنت. أرادت روان أن ترسم أشياء تبدأ بالحرف راء، رسمت رأساً ثم رقبة ثم رجلين. ما هذا؟ أكملت الرسم فصارت ولداً. أرادت أن تمازحه فرسمت له ريشاً. قاطب الولد، لقد خرج من الصورة. مسكينة روان صارت مغطاة بالريش، كيف نساعدها؟ سنطلب من الرياح أن تنزع عنها الريش. عظيم، رسمت روان الحرف راء. راء، الدراجة، النارية، تغرست في الوحل. من يساعدنا في دفع العربة؟ من بين الوحل، من بين الوحل، إنها تلهث ولا تمشي خطوة. هلو، ساعدنا. هلما ساعد بكل محبة لدفع العربة وقدم العونة. تعال تعال،
يا ابن الأبطال واكشي بالثواب. ثلاث من العجلات تغرزت في الوحل. هلم مساعد كل ما حبه لدفع العربة وقدم العونة. لا لا لا، تعال تعال يا ابن الأبطال واكسب الثواب، واكسب الثواب. لا لا لا، فك يعمل لا 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 ولا ينفع لا لا لا، والآن انظر ماذا نفعل. لا لا لا، هلم ساعد لا 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 بكل محبة، هلم ساعد بكل محبة لدفع العرب وقدم العونة. تعال تعال يا ابن الأبطال، يا ابن الأبطال واكسب بنا الثواب. لابد من عمل لا لا لا، ولمعة الأمل لا 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 لا، حاول ولا تمل نعم وأبعد الكسل. كن نشيطا على الدوام وأبعد عنك الكسل نعم. فلنحاول ثانية. نعم سنحاول، المحاولة طريق النجاح. يا إلهي ماذا ماذا حدث؟ هل المساعد بكل محبة وقدم العونة. تعال تعال يا ابن الأبطال سنصلحها الآن. هل المساعد بكل محبة لدفع العربة وقدم العونة. تعال تعال يا ابن الأبطال واكسب من الثواب، واكسب من الثواب. تعال تعال يا ابن الأبطال واكسب من الثواب. أخيراً جلسنا هنا نحل المشكلة، وعقلنا سيرشدنا لقهر هذه المعضلة. لا 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 تعجبوا وتستغربوا، لا تعجبوا وتستغربوا، فالعزم دوماً يعطي النجاح، العزم دوماً يعطي النجاح، العزم دوماً يعطي النجاح. حسن، هل عندك سماعات للأذنين؟ طبعاً عندي يا عمة، انظري هذه السماعات تضعينها على أذنيك، وهذا الطرف تضعينه في آلة التسجيل، ثم تستمعين إلى المواد المسجلة وحدك. هذه أعرفها، أريد سماعات لكي لا أسمع الضجيج في الشارع. أنت إذن لا تريدين سماعتين، تريدين صمامتين. صمامتين؟ طبعاً، الضجيج المستمر والأصوات القوية تضعف السمع، وهذا كله من الاختراعات الجديدة، هي مفيدة وضارة في الوقت نفسه. أنا عندي اختراع جديد ومفيد جداً. شاهين أبو الاختراعات، اسألي. شاهين، هل عندك اختراع يجعلني لا أسمع الضوضاء في الشارع؟ طبعاً عندي، الاختراع الجديد الذي اخترعته ضد الضجيج. ما هو؟ جناحي. تركبين على ظهري وأطير بك إلى الصحراء وأنزلك هناك في واحة من النخيل فيها ماء ورطب، تقعدين هناك وحدك، لا تسمعين ضجة الأولاد ولا أبواق السيارات ولا أصوات الموسيقى العالية، هنالك هدوء هدوء. وتتركني وحدي؟ اختراعك هذا لا يعجبني. عفوا، هنالك أحد يطلبني. ماذا؟ عم عائشة، هل عندك بيجر؟ طبعا، إذا كنت خارج البيت وطلبني أحد أعرف من صوت البيجر، وأنظر هنا فأعرف رقم من طلبني فأتصل به. وهل عرفت الآن من الذي اتصل بك بالهاتف؟ نعم، هذا رقم ابنتي، عندها 7 أولاد. حسن، لو سمحت أتصل بالهاتف؟ تفضلي يا عم عائشة، تفضلي.
ألو؟ هل أنتم طلبتموني؟ حاضر، سأحضر لكم وأحكي لكم حكاية. مع السلامة. عم عائشة؟ نعم. هل ستذهبين إليهم وأنت لا تحبين ضجيج الأولاد؟ حسن، أنا لا أحب ضجيج الأولاد ولكن أحب ضجيج الأحفاد. مرحبا أيها الأصدقاء، من حرف الألف إلى الياء، من رقم 1 إلى 100، من الشمال إلى الجنوب، مرحبا بكم في بيتي. لا 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 لا، صديقكم الدائم فهمون يحييكم كعادته، ففهمون مكانه ليس البيت، فاليوم يتملكني شعور قوي بسرد القصص. لا لا يمكنني المقاومة، فحنجرتي مستعدة تماما، فقد تناولت كوبا من الحليب بالعسل. أما الآن فلنبدأ بالقصة. هيا الآن. يا أعزائي، إن اليوم يوم الحكاية، يوم الجمال والخيال عند قص الرواية، فاستمع عن أبطال أحوال. هيا تعال. إنما أقص للكبار والصغار، لعاشق المغامرات وسط الأخبار، لصاعد الجبال لغائص البحار. هيا تعال. عن علاء الدين وعن سندباد، أكشف الأسرار والأخبار كالمصباح. عندي علاء الدين وفي الكتاب هاهنا روائع، فالقص ممتع لنا ونافع، فالقص ممتع لنا ونافع، فاستمع عن أبطال وأحوال. هيا تعال. فالقص ممتع لنا جميعا ونافع. نعم، هذا صديقي دعبول، جاءني في الموعد، للحكايات طعم ومعه المجلدة، ما أحلى قص الحكايات. هل تسمعون؟ هيا إذن سوف نحلي سمعكم بقصة الغواص، وبعده الرقاص، يوزع الإجاص، يوزع الإجاص، يوزع الإجاص، يوزع الإجاص، يوزع الإجاص، وسوف أقضي الوقت في القص بالاقتصاد، فتعرفون علي بابا يفتح الأبواب. بطاطا. أوه، إنها كثيرة جدا، انظروا. هذا صحيح، لأننا في مصنع البطاطا، والآلات هنا تصنع كثيرا من البطاطا وبسرعة. انظروا، تقطع قطعا صغيرة ثم تقلى بزيت نظيف، ثم تصفى، تنقل بكميات كبيرة وتوضع في هذه الأكياس بالتساوي. ونحن نأكلها بالتساوي. ما أروع الآلة. وما أروع الإنسان الذي يصنع الآلة. Yeah.
جاسم يا جاسم. أهلا شاهين. ماذا تفعل؟ إني أتوضأ. تتوضأ بماء البحر؟ إنه مالح. نعم يا شاهين مالح، ولكنه طاهر يصح الوضوء به. شاهين مالك تتلفت؟ لا أرى مسجدا، فأين ستصلي؟ سأصلي هنا. تصلي على الرمل؟ نعم نعم. حامد حامد تعال هنا وانظر. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم يا شاهين. تعال هنا وانظر. انظر إلى جاسم، إنه سيصلي هنا على الرمل. وماذا في ذلك؟ المسلم يصلي على الأرض وفي المسجد وفي البيت، إذا أدركتنا الصلاة نصلي ولو على التراب. الإسلام دين السماحة واليسر. انظر. أحسنت يا جاسم. اعمل واعمل يا إنسان كي يرضى عنك الرحمن، اعمل وابني الوطن الأجمل، إن الخاسر من لا يعمل. اعمل واعمل تكسب مالا تكسب حب الله تعالى، عمل المرء الحر عبادة وبه يجني كل سعادة، إن العامل يرضي ربه ويرى أن الكل أحبه ويرى أن الكل أحبه. رحبوا معي اليوم بضيف جديد، هو حرف السين. شكرا شكرا. أنتم تصفقون لي لأن اسمي يبدأ بحرف السين. أنت ذكي يا سمبوك، وتعرف أن أول حرف باسمك هو حرف السين، ولكننا لا نريد حرف السين في بداية الكلمة، نريد أن نراه في آخر الكلمة بشكله الكامل هكذا. من عنده كلمة آخر حرف فيها حرف السين؟ أنا أعرف. أنا 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 أنا. تفضل يا سمبوك. نسيت. أنا عندي كلمة جرس. أحسنتي، جرس آخر حرف فيها حرف السين. أنا عندي كلمة فرس. أحسنتي، فرس آخر حرف فيها حرف السين. فاتل فاتل فاتل. تلكتها تلكتها. ما هي يا سمبوك؟ عدس. أنا أحب حساء العدس. أحسنت، عدس آخر حرف فيها سين. فاتل فاتل فاتل، هل ستعطيني الجائزة آخر حرف منها سين؟
في بالك يا سمبوك؟ جحش. جحش آخر حرف فيها شين وليس حرف السين. وما الفرق؟ الفرق أن حرف الشين فوقه ثلاث نقاط هكذا شين شين، وهذه تصبح سين سين. نفش السي. لا يا سمبوك، ليست نفش السي، أعني أنها تتشابه في الشكل فقط ولكنها تختلف في اللفظ. شين حرف آخر غير حرف السين. والآن عندي هنا أربعة حروف، ثلاثة منها متشابهة وواحد مختلف. من يقول لي ما الحرف المختلف؟ أنا أعرف أنا أعرف أنا أعرف. ما هو يا سمبوك؟ هذا مختلف، هذا حرف الشين. أحسنت، كيف عرفت يا سمبوك؟ لأنه آخر حرف في كلمة جحش. ما حكاية جحش؟ الجحش ابن الحمار وأنا أحبه أحبه جدا. خمسة أفيال في قطار، إنها خمسة خمسة. ما هذا؟ إنها تخاف وتغادر القطار. لقد خافت من خمسة فئران، إنها أيضا خمسة خمسة خمسة. صابر، لماذا أنت عابس هكذا؟ هل أنت مريض؟ ها؟ لا، أنا صحتي جيدة. اهدأ اهدأ اهدأ، هل أنت حزين لأن لعبة الصاروخ ضاعت منك؟ لا، لعبة الصاروخ وجدتها. إذن لابد أن تفرح وتضحك. ولماذا أضحك؟ ها؟ لأنك وجدت لعبة الصاروخ. لا أحد يضحك إذا وجد لعبة، الناس يضحكون إذا سمعوا نكتة ورأوا شيئا غريبا يضحكهم. أحكي لك نكتة؟ نكتة؟ اسمع اسمع، طفل وصلت إليه رسالة. من أين؟ من صديقه، فتح الظرف ووجد صورة لصديقه وقد أدار وجهه إلى الحائط. ولماذا يدير صديقه وجهه؟ لأنه زعلان منه. ولماذا هو زعلان؟ لا أدري، اسأله أنت. أسأل من؟ صديق الطفل. وأين صديق الطفل حتى أسأله؟ موجود في النكتة. وأين النكتة؟ حكيتها لك لكنك لم تضحك، يبدو أنك لم تفهمها. فهمتها ولكنها نكتة باردة. أليست عندك نكتة ثانية؟ قل لي. أحكي لك نكتة ثانية. ولد أكل موزة ورمى قشرتها على الأرض. فلما مشى تزحلق بقشرة الموز وسقط على الأرض. تخيل أنه سقط على الأرض، منظر الولد وهو يسقط على الأرض يميت من الضحك. أنت لا تضحك؟ لماذا لا تضحك؟ هيا أضحك. أنا لا أضحك لأني حزين، حزين جدا. نعم. من أجل الولد الذي سقط على الأرض؟ لا، أنا حزين لأنك لم تأتي بالموز الذي طلبته منك. وهل هذا سبب لعبوس وجهك؟ طبعا. لا تحزن لا تحزن يا صابر، الموز الذي طلبته مني هنا في هذا الكيس، تفضل يا عزيزي.
الله جميل. لماذا تضحك؟ هل تضحك لأني أتيت لك بالموز؟ لا، أنا أضحك على الولد الذي تزحلق بقشرة الموز. إنها عجينة. إنه الخباز يصنع الخبز. خبزه جميل. يم يم، سأخذ الكثير منه. انتظر، لا تنسى النقود. عملة الدول في مجلس التعاون في دولة الكويت ودولة البحرين العملة الدينار. أحسنت يا عمار. وعملة الريال في المملكة وسلطنة وفي قطر. أحسنت يا عمر. وفي الإمارات العملة الدرهم. أحسنت يا مريم. تحية لمجلس التعاون من الصغار، وحين يكبرون سيعملون ليكسبوا الدنيا.